بعد الفقرة الرياضية مع الكابتن مجدي طه بنوصل معكم لفقرة التغذية، واليوم رح نتعرف على بعض الأغذية الصحية اللي لازم الإنسان يكون حريص على تناولها، وتحديدا بفصل الشتاء لتقوية جهاز المناعة والحفاظ عليه. وأيضا رح نتعرف على نزلات البرد، ورح نتعرف على الفروقات بين الحساسية والإنفلونزا من خلال أخصائية التغذية سماح عايش، متواجدة معنا الآن في استديوهاتنا في يوم جديد. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. صباح الورد، كيف صباحك؟ تمام الحمد لله. سماح، بداية حابة أسألك عن فصل الشتاء بشكل عام، ليه بتكتر فيه الأمراض، أمراض الشتاء، الإنفلونزا، الحساسية، كل هالأمور، شو السبب برأيك؟ طبعا هلأ أول إشي صباح الخير. صباح الورد. طبعا مع تغيير الجو بتكتر عندنا الفيروسات والبكتيريا كتير، فالناس اللي عندهم مناعة قليلة ممكن إنهم يصيبوا أو يتعرضوا أكتر لإنهم يصيبوا يصير فيهم إنفلونزا. حلو كتير. فلهيك نحن دائما نحكي إنه لازم نزيد المناعة تاعتنا، خصوصا بالأغذية اللي لازم نحن نأخذها مشان نزيد المناعة، نكون حريصين جدا على موضوع هلأ في المناعة. ناس طبعا قبل أو بداية الخريف بصير عندهم حساسية مش إنفلونزا، وهاي بتكون ذا الناس اللي بتحسسوا مثلا من الغبرة، لأنه بتكتر الغبرة ممكن يتحسسوا مرات من حتى في بداية الربيع من زهر من أنواع الأشجار، ممكن حساسية يعني كتغييرات الجوية ممكن تصيبهم هاي الحساسية. هلأ شو الفرق بين الإنفلونزا والحساسية؟ هون كمان برضو الأغذية بتلعب دور. أكيد رح نحكي الفرق بينهم، رح نحكي خلال حديثنا معك اليوم سماحا كل هالتفاصيل وكل هالموضوعات، لكن بداية خلينا نركز شوي على موضوع الأطعمة اللي لازم نركز عليها بفصل الشتاء ونتناولها بشكل مستمر، مثل الحمضيات، مثل كل هالأمور اللي انت بتنصح المتابعين والمشاهدين يتناولوها باستمراريه للحفاظ على جهاز المناعه. اول شيء بنبدا فيه اللي هي الاشياء اللي هلا موجوده او موسمها، يعني الفواكه الموسميه اللي بتكون موجوده، وخصوصا الحمضيات. دائما بنسمع انه لازم ناخذ لما يصير في عندنا انفلونزا او حساسيه او اي شيء او نزلات برد ناخذ فيتامين سي. انا بفضل انهم ياخذوها من الفواكه الموسميه، لانه طبعا بتعرفي انه كل ما يكون في موسم معين لازم نكثر من هذا النوع من الفواكه الموجود فيه بهذا الموسم، زي البرتقال، زي الكلمنتينا، زي المندلين، البومي، هالاشياء لانه فيها فيتامين سي. صح. هلا مش مشان هو بيقلل او بيحمينا من النزلات البرد، هو بيزيد من المناعه اللي عندنا. نعم. وبنفس الوقت هو بخفف من الاعراض، يعني لو انا عندي انفلونزا باخذ فيتامين سي بخفف من الاعراض، بخفف من الاحتقان، بخفف من الاحاب، بخفف من هاي الاشياء. حلو كثير. الفلفل الاحمر يمكن، السبانخ، الفليفله، الفلفل الاحمر، الورقيات الخضراء الغامقه كمان نستفيد منها هلا في موسم خبيزه. صح. هندبه، سبانخ، يا سلام. بالضبط. اللي فيها كمان فيتامين سي كثير، ومضادات اكسده كثير عاليه، فبتزيد من المناعه. يعني خلينا نقول من اهم العناصر بفصل الشتاء اللي لازم عن جد نركز عليها الفيتامين سي. فيتامين سي كمان بدي احكي موضوع الزنك. زنك لازم يكون عندنا بمستويات منيحة، لأنه كمان بيزيد من المناعة عندنا، فلازم كمان نزيد من الزنك بأكلنا. صح. وين الزنك موجود؟ موجود بالفاصوليا البيضاء، موجود برضو هاي الطبخة الشتوية المعتادة. طبعا ذكرتينا فيها. خلص الستات اللي مو عارفين شو يطبخوا اليوم يعملوا فاصوليا بيضاء. امبارح كان عدس، اليوم الفاصوليا. هي دائما هاي طبخات شتوية. موجودة كمان باللحوم الحمراء، أي شيء فيه بروتين بنسبة عالية رح يكون فيه زنك كمان بنسبة منيحة. حلو كتير. طبعا. تمام. طيب خلينا نحكي عن الأطعمة اللي لازم نتجنبها بفصل الشتاء. نحن حكينا عن الأطعمة اللي لازم نركز عليها بفصل الشتاء، إيش الأطعمة اللي ممكن تأثر على جهاز المناعة وتخليه ضعيف؟ السكريات اللي هي دائما بتكتر برضه بفصل الشتاء. أكتر شيء بخفف من المناعة أو بقلل من المناعة من ناحية أكل، هلا رح نحكي شوي عن ناحية صحية أكتر، من ناحية أكل السكريات والجنك فود. أول شيء السكريات بتقلل من المناعة، والجنك فود أو الوجبات السريعة كمان بتقلل من البكتيريا النافعة بالمعدة عندنا، فبتزيد برضو من البكتيريا الضارة بجسمنا. فلازم نقلل من الوجبات السريعة ونزيد من الأكل اللي بيزيد من البكتيريا النافعة الموجودة بجسمنا، مثل اللبن، مثل الأشياء اللي فيها البروبيوتكس كتير عالية، فلازم برضو نزيدهم كمان عشان نزيد المناعة ونقلل من نزلات البرد. كثير حلو. طيب هلا أشعة الشمس يمكن بفصل الشتاء يعني نحن كأشخاص ما عم نتعرض لها زي بفصل الصيف، ويمكن الفيتامين دي اللي موجود بأشعة الشمس من أهم العناصر لازم تكون موجودة عندنا في أجسامنا. إيش لازم ناخذ أشياء أو نتناول أشياء تعوضنا عن أشعة الشمس؟ هلا لازم كمان نزيد، أو الناس اللي عندهم فيتامين دي أو المستويات فيتامين دي كثير قليلة لازم يزيدوا منها، لأنه كمان بيساعد في المناعة.
ممكن ناخذها كحبوب اذا كان في مستويات كثير قليلة، او ناخذها من الأطعمة مثل البيض، مثل الأسماك، مثل الحليب، مثل الأشياء المكسرات فيها فيتامين دي، بس اكثر شيء لازم ناخذها من البيض و منتجات الحليب. يعني حكيتي قبل شوي عن موضوع السكريات انه لازم نتجنبه، ونحن حكينا يعني مرارا وتكرارا بفصل الشتاء تحديدا ببرنامج يوم جديد عن موضوع السكريات قديش مضر للصحه. اكيد طبعا. بس بدي ارجع انوه للمشاهدين عن موضوع السكريات، يعني يمكن في ناس بيستخفوا بموضوع السكر وبيعتبروا انه عادي السكريات، يعني كلنا اكلنا كلنا عم ناكل ونحن صغار شوكليت وكلنا كبرنا على هالحكي، ليه هلا قاعدين عم بتغيروا خلينا نحكي نمط الحياه واللايف ستايل تبعتنا؟ لا مش مزبوط، السكر عادي وطبيعي وممكن ناكله وبكثره كمان، بس شو بتنصحيهم للاشخاص اللي الناس اللي بيحكوا كنا ايام زمان ناكل سكر بس بنفس الوقت شو عم بصير معنا؟ بالعكس، نحن كنا زمان يعني ايام زمان او اهالينا ايام زمان كانوا ياخذوا فواكه اكثر، خضروات اكثر، كانوا يتحركوا اكثر. نحن اذا كنا هلا بنروح السوبر ماركت ناخذ السياره ونروح على الكاندي بالضبط، فنحن مش عم نتحرك، نحن مش عم ناخذ اغذيه صحيه. كميه الاكل والسكريات اللي باكلنا اللي موجوده ونحن مش حاسين فيها مخبيه برضه اكثر من اللي كانت قبل. كميه الوجبات السريعه المتداوله اسرع من الوجبات، يعني كثير ناس هلا اللي بالاعمار الصغيره بيستسهلوا انهم يروحوا ياكلوا وجبات سريعه 100%. وما مثلا ما بيتقبلوا انهم ياكلوا طبخه مثلا صح كنا ناكلها طبخة زمان فيها عناصر غذائيه بالضبط. مفيده، كميه كمان السبانخ مثلا انت حكيتي ايضا الورقيات مثلا بفصل الشتاء مهمه جدا لجهاز المناعه، الاطفال ما بيحبوا السبانخ او الملوخيه او هالطبخات اللي فعلا هلا شوفي مفيدة. ممكن ندخلهم باشياء هم مو حاسين، مثلا ممكن بسلطه، ممكن بسموذي، ممكن ندخل السبانخ مع فواكه مع حليب مع اشياء ممكن انهم يستسيغوا طعمها وهم مو حاسين وعم بياخذوا هذه الفيتامينات. حلو كثير. خلينا نحكي بشكل عام، يمكن الأطعمة اللي بنتناولها يمكن هي مش كفيلة وحدها انها تقوي جهاز المناعة او تحمينا، خلينا نحكي من الأمراض والإنفلونزا وهالقصص كلها، ايش لازم نتبع نمط حياة معين فيما يتعلق بموضوع النوم، ساعات النوم، فيما يتعلق بكل هالتفاصيل او ممارسة الرياضة، قد ايه مهمة هاي الامور الى جانب الاهتمام والحرص بالأطعمة؟ اول شيء لازم حتى هلا اوكي بوقت الشتاء بتخف الرياضة او مثلا ما تشجع انه نقوم مثلا نمشي نتحرك نعمل هاي الاشياء، لو بالبيت من 30 ل 35 دقيقه باليوم ممكن انها بتخلي الطاقه والحيويه فينا اكثر. ممكن نخفف كمان نوزع وجباتنا اكثر، ناخذ مشروبات بتحسن من النوم مثل اليانسون، مثل الحليب قبل النوم، اشياء بتخفف، شاي اللافندر كمان بتروق من اعصابنا وممكن تخفف توتر. مشكله على فكره، يعني هو يمكن سبب رئيسي كمان للامراض اللي نحن بنتعرض لها، فلازم برضو العلاقات الاجتماعية نخليها شوي مستقرة، نكون حريصين على أنفسنا ما نيجي على حالنا كتير. أكيد نفسيتنا طبعاً. رقم واحد أكيد. يعني إذا نفسية الشخص كانت منيحة حياته كلها بتكون كل منيحة. طيب سماح، خلينا نحكي شوي، حكينا في البداية أنه اليوم نتطرق لموضوع الفروقات أو الفرق بين الإنفلونزا والحساسية، ويمكن هدف المصاب واحد في الحالتين، يعني هدفه في النهاية أنه يتخلص من هالشغلتين، بس بدي توضحي لنا أكثر تفاصيل هالموضوع والفروقات. هلا الإنفلونزا هي التهاب، فاصلا لازم ناخذ كمان اشياء بتقلل من الالتهابات زي العسل، زي البصل، زي التومه، زي الكركم، اشياء فيها مضادات للالتهابات. هو لانه دائما بنحس في احتقان، في صداع، في درجه حراره عاليه، الحساسيه بتكون حدتها اقل، او بتحسي بس مثلا حكه، ممكن تحسي بسعله، ممكن تحسي بأحة. فهون الفرق انه هون في درجات حراره عاليه، التهاب في اللوزتين مثلا، احتقان بيكون اكثر، ممكن كمان يصير في التهاب عندنا بالدم، صداع كثير. هذا فهون الفرق بيناتهم والخمول بالضبط 100%. بالحساسيه بتحسي انه في احتقان، في حكه بالعيون، في حكه باماكن بالضبط، دائما دموع ودائما بتصير باوقات مثلا مواسم، يعني مثلا بدايه الخريف، بدايه وقت زهر الزيتون، معين. بمواسم معينه. حلو كثير. طيب هلا خلينا نحكي عن خطوره اهمال هالتفاصيل، خطورة إهمال الإنفلونزا، خطورة إهمال الحساسية أيضا، كيف يعني هذا الإهمال لإيش بيؤدي؟
انه نحن ما نهتم بهذا الموضوع او أكيد نتجاوز؟ طبعا يعني هي زياده المرض، زياده حده الالتهابات، كمان للناس اللي بياخذوا ادويه اي مضاد حيوي وما بيكملوهم بصير في عنا يعني بنصح اي حدا بياخذ مضاد حيوي لازم يكمله للاخر مشان ما يصير عنا اللي هي دفاع لهذا المرض ويصير اصلا ما تزبط معنا هاي المضادات الحيويه، فلازم كمان نقلل من استخدامها، فنستخدم المضادات الحيويه الطبيعيه اللي هي من الاكل مثل العسل طبعاً، مثل حبه البركه، مثل البصل والتومه، من اكثر الاشياء اللي ممكن تكون مضادات حيويه ونحن مش عارفين، نزيدها باكلنا لو كانت مطبوخه بالسلطات، نزيد من الاوميجا 3 اللي برضه بتزيد من المناعه، هاي كل هالاشياء ممكن تعمل فرق كثير كبير ونحن مش حاسين. طبعا خلينا نحكي عن سماح المده لكل من هالامراض، يعني مثلا انفلونزا قديش المده الطبيعيه انك انت تكوني مريضه انفلونزا او هلا حسب يعني. اذا انت حسيتي انه انت عم تاخذي الادويه بوقتها هي اصلا بتبلش تدريجي وبتخف تدريجي، بس هي تقريبا 5 لـ7 ايام بتكون هاي خلصتي المعدل الطبيعي اذا كنتي عم تاخدي الادويه والاشياء اللي عم تخفف من هاي النزلات. الحساسيه بتيجي فجاه، يعني فجاه بتحسي انها صارت، ولما تخف حده الغبره او حده الموسم اللي انت بتتحسسي منه بتخف، بس برضه بدنا نخفف من تواجدنا بالاماكن اللي بتخف اللي فيها المسببات الحساسيه. سماح، يعني فعلا هي معلومات مهمه كثير لكل الاشخاص اللي عم بيتابعونا، في بعض الاشخاص يمكن بتجاهلوا هالتفاصيل او ما بيهتموا فيها او ما بيعطوها اهتمام، لكن من الضروري جدا على كل شخص انه يهتم بصحته. صحته اهم شيء يعني بالحياه. تفضلي. اكيد انا بدي منك نصيحه هيك بختام اللقاء لكل الاشخاص، للناس اللي عندهم حساسيه ما يشربوا زعتر لانه هو بيزيد الزعتر البري. دائما نسمع انه اي حدا عنده حساسيه او احا او هيك انه خذ زعتر او اشرب زعتر، للانفلونزا ممكن تقلل او تساعد من تخفيف حده المرض، بس بالحساسيه هي بتزيد من الاحا ما بتقلل، فهون لازم نعرف انه احنا عندنا حساسيه او انفلونزا مشان نشوف ايش الاشياء اللي بتزيد من جهه ومن ثانيه. فالناس اللي عندهم حساسيه ما يشربوا زعتر، فهو بيأذيهم ما بيساعدهم. يعني هاي نصيحه من سماح بختام لقائنا، مهم جدا فيما يتعلق بالزعتر والحساسيه. شكرا سماح لوجودك معنا اليوم، سعداء جدا بوجودك، وبننتقل